هذا وقد أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اليوم رسميا حملة فينا خير والمخصصة للمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قد أعلن عن مساهمة سموه من حساب سموه الشخصي بمبلغ 1,000,000 دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ضمن حملة فينا خير والتي يقودها سموه. تأتي حملة فينا خير في إطار التوجيهات الملكية السامية من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساعي الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، والجهود المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في محاربة فيروس كورونا. وقد خصصت وزارة شؤون الإعلام ممثلة بتلفزيون البحرين يوما مفتوحا لحملة فينا خير في بث مباشر انطلق منذ الساعة 2 ظهرا ويستمر حتى منتصف الليل، حيث لاقت الحملة تفاعلا واسعا ومساهمات كبيرة من قبل الشركات ورجال الأعمال ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والتجار والصناعيين والأفراد. هذا وقد عبر المساهمون عن سعادتهم في المشاركة في هذه الحملة باعتبارها واجبا وطنيا يتحتم على الجميع المساهمة فيه. استضاف تلفزيون البحرين خلال البث المباشر على مدى الساعات الماضية عددا من المسؤولين الذين أكدوا تميز تجربة مملكة البحرين في التعامل مع هذه الجائحة من خلال الإجراءات كافة والتي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، إضافة إلى القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني، منوهين بما يتميز به المجتمع البحريني من تعاضد وتكاتف في مختلف الظروف والحرص على المساهمة في الجهود المبذولة لمواجهة أي تحديات أو ظروف استثنائية. كما أكدوا أن المساهمة في دعم الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا تعتبر من الواجبات الوطنية لمحاربة هذا الفيروس ولتعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.